السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق أو لا تصدق، ما تراه الآن هو الأرنبيط أو رقص رأس الأرنبيط التي نتناولها، إما نتناولها مقلية أو مطبوخة. يجب أن نعرف أن ما نتناوله من طعام شهي من الأرنبيط هو أزهار، هي زهرة، القرنبيط زهرة كما نشاهد، وهذه ثمرة قرنبيط، وهي يعني كما نشاهد هي عبارة عن مجموعة أزهار. إذن هذه ستكون لنا بذور الأرنبيط أو القنبيط، وهو من الخضروات الشتوية المحببة جدا للمصريين. هذه هي رأس الأرنبيط التي نتناولها، ما هي إلا عبارة عن أزهار. إذا تركت لتتفتح كما نشاهد تعطينا البذور، حيث يتم التلقيح للزهرة والإخصاب وتكوين البذور. نعم، في جولة بين المحاصيل الشتوية، هذا هو محصول البرسيم، وهو من محاصيل العلف الهامة في مصر. حرص المزارع هنا أن يقوم بزراعة بعض نباتات الخضر على جسور الترع. هذه يعني أزهار القرنبيط صغيرة، هذه أزهار القرنبيط صغيرة أو في مرحلة مبكرة. عندما تكبر الأزهار كما نشاهد، هذه أزهار نبات القرنبيط أو القنبيط كما يقال علميا عليه، وهو طعام لذيذ جدا إذا سلقت وتم تحميرها بالبيض وغيره من الحاجات التحبيشة التي توضع بجانبه، أو أن يقطع ويتم طبخه بالصلصة كما يقوم البعض بصناعته. يبقى هو له طرق عديدة لإعداده اللي هو الأرنبيط. أما هذه كما نشاهد تركت، وهذه الأزهار الجميلة هي أزهار الأرنبيط. الزهرة كما نشاهدها، زهرة القرنبيط زهرة خنسة. بعد أن يتم التلقيح والإخصاب تتكون البذور لكي نقوم بزراعتها العام القادم أو في الموسم القادم. إن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا والاستمرار، وشكرا.